مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء مائلة للحرارة، وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 29 درجة مئوية. هاي الليلة رح تكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان ل 19 درجة مئوية. غدا نهارا رح تكون الأجواء حارة ومغبرة، ورح تكون الأجواء خماسينية، رح توصل خلال ساعات النهار ل 28، بالليل رح تنخفض ل 15 درجة. يوم الأربعاء والخميس، يوم الأربعاء رح تكون الأجواء معتدلة، يوم الخميس رح ترتفع درجات الحرارة ورح توصل خلال ساعات النهار ل 29، بالليل رح تنخفض ل 21. رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. أجواء لطيفة هاي الليلة في المناطق الشمالية، رح توصل درجات الحرارة بإربد 18، غدا 28، جرش 17، غدا 28، عجلون 17، وغدا 26، وأجواء مغبرة. هاي الليلة بتسجل درجات الحرارة بالمفرق 17، غدا 31، أجواء حارة، الزرقاء 18، وغدا 30. مطار ملك علياء هاي الليلة 17، غدا 31، السلط 21، غدا 29، مادبا 18، وغدا 29 درجة. بتسجل درجات الحرارة هاي الليلة بالبحر الميت أجواء لطيفة 25، غدا 34، الكرك 17، غدا 27، الطفيلة 19، وغدا 27 درجة. معان هاي الليلة 18، غدا 30، أجواء حارة ومغبرة. مدينة العقبة رح تسجل فيها هاي الليلة 25، وغدا أجواء شديدة الحرارة 38، ورويشد هاي الليلة 19، وغدا 35، وأجواء حارة ومغبرة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، طقس حار وجاف غدا في العديد من مناطق المملكة، أجواء معتدلة يوم الأربعاء وانخفاض على درجات الحرارة، وطقس حار نهاية الأسبوع الحالي. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية العالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، بشكركم على متابعتكم. عودة إليك محمد. شكرا جود.